هنا أحكم وأتحكم، هنا البقاء للأقوى، والحياة ليست للضعفاء. هذه مملكتنا، نرحب بكم في مملكة الغابة. إنها تطارد وتتعقب وتختبئ في كمين. تعد الهرر الكبيرة في المراعي الأفريقية من بين آلات القتل الأروع على الأرض، وبجانبها تعيش حيوانات مفترسة أخرى. ولكن مهما كنت، كي تعيش هنا يجب أن تكون خلقت لتفترس. تتألف مناطق واسعة من أفريقيا من السهول المعشوشبة المنقطة بالأشجار. إنه سهل يصعب العيش فيه، يجب أن تتكيف الحيوانات مع قواعد اللعبة. بوجود مساحات تسهل الحركة، تكون الفريسة سريعة والحيوانات المفترسة أسرع. لا يوجد أماكن كثيرة للاختباء، لذا طورت بعض الحيوانات طرقاً لتموه نفسها. في حر النهار الصيد المنفرد متعب، لذا تعمل الحيوانات ضمن جماعات أو تصطاد في الليل البارد. في هذا البرنامج سنرى كيف تصوغ السهول الأفريقية تكتيكات صيد استثنائية. الأسود هي حاكمة هذه السهول العشبية. بغياب مفترس طبيعي لها، تمضي معظم وقتها في النهار اللاهب مستلقية مع بقية مجموعتها. غالبا ما تتألف المجموعة من الإناث والأشبال وأسد واحد أو أكثر. خلقت الأسود حقا لتقتل. يحتوي فم الأسد على ترسانة من الأسنان، ويعتقد أن الأنياب الضخمة موجودة لتفكيك الفقرات وتقطيع العمود الفقري للضحية، كما أن الأسود تخنق ضحيتها حيث تسحق القصبة الهوائية بفكوكها القوية. تحتوي كفوفها الضخمة على مخالب حادة، إنها تستخدمها لإسقاط فريستها، وهي حادة بما يكفي لقطع جلد الحيوان. حتى ألسنتها تلعب دورا مهما، فهي مغطاة بشعر شبيه بالخطاف، وهي قاسية تقشط اللحم عن العظام. وحول أفواهها صفوف من الشعر الحساس الذي يتجه إلى الداخل نحو الفريسة لمعرفة اللحظة التي تتوقف فيها عن الحراك. الأسد يعرف من خلال هذه الشعرات أن فريسته ماتت، ومن الآمن تركها. الإناث هي من يصطاد عادةً، وتفعل هذا في نهاية اليوم عندما يكون الجو أبرد. تصطاد الأسود من خلال ملاحقة فريستها، فهي تنطلق عبر المراعي وتبقي أجسادها قريبة من الأرض لتمنع فريستها من رؤيتها. تثبت نظرها على الفريسة وتستمر بالتحديق بها، ثم تتحرك نحوها، وإذا شعرت بأنه تمت رؤيتها تتجمد في مكانها لدقائق إلى أن تتمكن من الحراك مجدداً.
تتمتع الأسود بالقوة وليس بالسرعة أو قوة التحمل. لا تتحمل المطاردة الطويلة، لذا فهي بحاجة إلى الاقتراب من فريستها. تصطاد الأسود جميع الحيوانات، ولكن طعامها المفضل هو لحم الحمير الوحشية والنو والجواميس، فالغزلان سريعة جدا بالنسبة إليها. إذا نظرت إلى حمار وحشي قد تظن أنه يتمتع بأسوأ تمويه في السهول. يظهر حمار وحشي واحد بشكل واضح، ولكنها حيوانات تعيش في مجموعات ضمن قطعان. عندما تجتمع خطوطها تخلق تأثيرات رائعة لإرباك مفترسها. تواظب اللبؤة على مراقبتها وانتظارها إلى أن تتمكن من الاقتراب بما يكفي. قد تنتظر لساعات حتى يحين الوقت المناسب للهجوم. تحرك خاطئ واحد قد يفشل المهمة، لذا فمطاردة واحدة من أصل خمس تكون ناجحة. ولكن ثمة طرق لتخفيف هذه النسبة. الصيد كمجموعة يعطي الأسود فرصا أكبر للنجاح، إذ يمكنها أن تعمل ضمن فريق لتصطاد حيوانا كبيرا وخطرا كالجاموس. والجواميس أيضا تعيش ضمن جماعات، فهذا يؤمن لها الأمان ويحمي صغارها من الحيوانات المفترسة. في هذه الأثناء تراقب المجموعة وتنتظر. لكي تنجح يجب أن تفرق بضعة أفراد عن القطيع. عندما تحتاج الجواميس تتفرق عن بعضها البعض، فتخسر قدرتها الدفاعية الخاصة بالمجموعة. تتفرق المجموعات الأصغر، مما يسهل على الأسود اختيار فريستها. تنضم أفراد أخرى من المجموعة للمشاركة في الهجوم. إن قرني الجاموس الحادين وحوافيره القوية تجعله خصما شرسا لأي أسد، ولكن الأسود تتمتع بقوة هائلة في كفوفها الضخمة. تبدأ الجماعة بإحاطة المجموعة، ويستعد كل أسد للهجوم. يتحرك بعضها عبر الأرض المفتوحة ليقود الجاموس باتجاه بعض الأسود الأخرى. عليها أن تفصل ضحية واحدة عن باقي المجموعة، ولكن الأسود تخاطر بمطاردة حيوان قد يكون أثقل منها بثلاث مرات، ويمكن للجاموس أن يقتل أسدا بالغا. بينما تضيق الحلقة يتم اختيار جاموس واحد من المجموعة. يحاول الجاموس الانضمام ثانية إلى القطيع، ولكن الأسد يبعده. يقف مكانه، ولكن الأسود تفوقه عددا. لا يمكن لجاموس وحيد أن يفعل الكثير في مقاومة مجموعة أسود. تحيط الأسود بالجاموس وبعضها يهاجمه من الخلف، بينما يلهيه البعض الآخر لحماية الأسود المهاجمة من قرنيه المميتين. يحتاج حيوان كالجاموس إلى وقت أطول لقتله، فالأسود تتعبه ببطء ولكن بإصرار.
تسحق لابوء قصبة الجاموس الهوائية بينما تمسك الأسود الأخرى فمه، وهذه طريقة خنق أخرى. تقوم الشعارات بواجبها في إخبار الأسد بأن الجاموس قد مات. هذا الجاموس سيؤمن الطعام لأيام عدة. تأتي الأشبال للمشاركة في الغنيمة. ليست قوة الأسود وحدها التي جلبت النجاح، فعملها الجماعي واستراتيجيتها ساعداها على قتل فريسة قاتلة. بعد قليل حرب تحت الأرض. سنشهد عراكا مميتا مدهشا بين اثنين من أعنف الزواحف في الطبيعة. يمكن أن تكون السهول الأفريقية مكانا قاسيا، فهي واسعة ومفتوحة وفيها مناطق مظللة قليلة. في جحر عميق تحت الأرض يستيقظ واحد من أهم القتلة في الطبيعة. إن آكل النمل هو حيوان ليلي ونادرا ما يخرج في النهار بحثا عن طعامه المفضل. تتبع آكلة النمل طريقا متعرجا أثناء بحثها عن الطعام لتغطية مساحة أكبر ولتفادي الحيوانات المفترسة. بصرها ليس حادا، لذا فهي تصطدم بالأشياء. تبقي آكلة النمل آذانها الضخمة أمامها خلال الصيد، فهي تتمتع بسمع خارق. آذانها وخطومها الطويلة هي أدوات صيدها. مناخيرها محاطة بالشعر الشائك ومليئة بالنتوءات السمينة، تلتقط روائح وجبتها الخفيفة المفضلة. في مكان ما أمامها يوجد مخلوقات صغيرة جدا تشكل النسبة الأكبر من حميتها. إنها تسمع أصواتها وتشم رائحتها. ما يسعى إليه آكل النمل مختبئ عميقا داخل تل للنمل الأبيض. قد تحوي تلال النمل الأبيض ملايين النملات التي تبني شبكة معقدة من الأنفاق والقاعات. معظم النملات البيض هي نملات عاملة تؤدي أعمالاً مختلفة. بعضها يدير حدائق الفطريات التي تشكل طعامها، وبعضها يعتني بصغار النمل الأبيض الشفاف. تعمل لوامسها باستمرار حيث تلتقط إشارات كيميائية من بعضها البعض حول حالة المستعمرة. بعض النملات البيض ليست عاملة، ولكنها جنود مجهزة برؤوس مدرعة وفكوك قوية تستخدمها لمحاربة أي دخيل. يوجد في قلب التل غرفة خاصة شبيهة بالسنفة تسكنها الملكة. الملكة هي آلة وضع البيوض ومركز شبكة اتصال النمل. يعتقد أنها تعيش حتى 15 عاماً. يسلمها النمل الأبيض الرسائل الكيميائية حول صحة بيت النمل، وتحمل البيوض التي تضعها الملكة بشكل مستمر، وتخصبها النملة البيضاء الوحيدة الناضجة جنسيا في التل وهو ملكها. للحصول على النمل الأبيض على آكل النمل أن يحفر عميقا. إن أقدامه مجهزة بمخالب حادة وأصابع أقدامه الأمامية غشائية قليلاً لمساعدته على دفع التراب إلى الخلف. يحميه الشعر الخشن في أنفه من تنشق كمية كبيرة من الغبار.
تنقل جنود النمل الأبيض رؤوسها محذرة، إذ يشير دخول الهواء البارد السريع إلى أن شيئا ما قد اقتحم جدران التل. ينتشر خبر اختراق التل بسرعة. وعندما يخترق آكل النمل الجدران يستخدم سلاحه الهائل، لسانه المقوس الطويل والرقيق دبق جدا، وهو مثالي للعق عشائه المؤلف من النمل الأبيض. يحمل النمل الأبيض العامل الصغار الضعيفة بعيدا عن مكان الاختراق. يقوم الجنود بعض آكل النمل بشكل متكرر، ما يجبره على التراجع. ولكن في الداخل هناك كارثة. لقد خرقت الغرفة المركزية وحياة الملكة في خطر. إذا ماتت قد يكون التل في خطر. إنها كبيرة جدا لتتنقل وحدها، لذا يجرها النمل العامل إلى مكان آمن. يستخدم باقي النمل خليطا من اللعاب والتراب لإعادة بناء الغرفة. ولكن كل هذا النشاط يولد كميات هائلة من التواصل الكيميائي، لدرجة أنك تظن أن منارة تشع من التل. يجذب هذا الأمر عدو النمل الأبيض الأخضر، وهو النمل. عندما يقابل النمل النمل الأبيض تبدأ حرب الفكوك. يمكن لحشد من النمل تدمير مستعمرة النمل الأبيض. يجد النمل طريقه إلى التل، ولكنه يلقى مقاومة شديدة من الجنود، وهكذا تبدأ المعركة بين الحشرات. تعض نملتان بيضوان نملة عادية. النمل الأبيض أكبر، وفي البداية يبدو أنه الفائز. يعتبر النمل أكثر عدائية من النمل الأبيض، إذ تصله التعزيزات باستمرار. وأسوأ النتائج المحتملة هو تعرض الملكة للهجوم، حيث قامت مجموعة كبيرة من النمل العادي بغمرها وثقبها. يحارب بعض النمل الأبيض المتبقي، ولكن من دون الملكة لا قيمة لوجود المستعمرة. تشكل الملكة الميتة جائزة ضخمة، فهي تعتبر مصدرا ضخما من الدهون والبروتين للنمل. في المعركة بين النمل والنمل الأبيض عادة يفوز النمل الأكثر عدائية. تعج السهول الأفريقية بالمخلوقات الصغيرة. تأكل الحشرات بعضها ويتم أكلها في المقابل. تختار الزواحف طعامها المفضل من تحت الأعشاب. ولكن الحيوانات المفترسة الأكثر شراسة تجوب السهول العشبية. يمكنك أن تركض، تنطلق أو تنزلق، ولكن لا يمكنك الاختباء. إنه أحد أكثر الطيور الجارحة روعة على الأرض. تعد أقدامه الاستثنائية ميزة فريدة. إنه يستخدم أقدامه المسلحة بالمخالب الشبيهة بالسيوف لضرب فريسته حتى الموت. إنه طائر الأمين. الطائر الأمين لا يضطر للبحث عن فريسته من الجو، إذ يمكنه أن يصطادها على الأرض. سيقانه مريش حتى نصفها، ولكن الأرجل الأوطأ مغطاة بالحراشف لحماية الطائر من لدغات الأفاعي. وجهه شبيه بوجه النسر، وهو يستخدم نظره الثاقب للبحث عن طريدته، ولكن مخادبه وقدميه هي أسلحته الأكثر أهمية.
خلال هجومه يستخدم جناحيه ليؤمن التوازن وليتجنب الضربات. يظهر مخلبه الخلفي ليصبح على شكل خنجر ويدخله في جمجمة الأفعى. إن المراعي مليئة بالطعام الجيد، هذا الطائر الجارح لا يضطر إلى الطيران بحثا عن وجبة لذيذة. هذا المنظر الطبيعي ليس خاليا كما يبدو. مع هبوط الليل تظهر واحدة من أقوى حيوانات الصيد. بالنسبة إلى العديد من الناس تعتبر النمور الرمز الأعظم للقوة بسبب إصرارها وقوتها. إنها ملاحقة بارعة إذ تزحف باتجاه فريستها تحت غطاء الليل على كفوفها الضخمة. تمويهها الرائع يمكنها من الاقتراب جدا من فريستها. كل القطط ترى جيدا في الظلام، ولكن بالرغم من أنها قادرة على الرؤية في الضوء الخافت إلا أنها لا ترى إلا اللونين الأزرق والأخضر بشكل أساسي. تتميز القطط بتكيفات أخرى تساعدها على الرؤية في الليل. حدقاتها تدخل 3 أضعاف كمية الضوء التي تدخل إلى عيوننا، ولديها قرص خلف العين يعكس الضوء لتتم معالجته مجددا. هذا ما نراه نحن في الظلام، ولكن هذه لمحة عما يراه النمر في الليل عندما تعج المراعي بالحياة. يجب أن نستخدم معدات خاصة للتصوير في الليل. ولكن النمر لا يشعر بأي غرابة في الليل، ولا تعتمد النمور على نظرها الليلي المدهش، ولكنها تتمتع بحاسة شم متطورة جدا تمكنها من التقاط الروائح من الهواء. يصطاد النمر من خلال وضع كمين لفريسته فيلاحقها من أقرب مسافة ممكنة قبل أن يبدأ المطاردة. مجددا بفكين مثبتين على الحنجرة يتم سحق القصبة الهوائية، وهكذا اصطادت قطة كبيرة أخرى فريستها. ما يميز النمر هو ما يفعله بفريسته. الصيد وحده يعني أنه يمكن للحيوانات الزبالة كالضباع أن تسرق الفريسة التي تم صيدها. تعد الضباع قراصنة السهول، تجوب المراعي وهي في جهوزية تامة للهروب بغنائم مخلوق آخر. ولكن الضباع لا تستطيع تسلق الأشجار، ويبدو أن نمرا آخر حدد ارتفاعا مناسبا لتخزين طريدته. غالبا ما تخبئ النمور الطعام ليومين إضافيين حيث تعود لأكلها بهدوء، بعكس الأسود التي تتشارك فرائسها. النمر ولأنه صياد انفرادي يحصل دائما على حصة الأسد. بعد قليل سنتعرف إلى طرق أخرى تستخدمها الحيوانات المفترسة لتتكيف مع هذه البيئة الصعبة. سنرى ما الذي يجعل الفهد الحيوان الأسرع على الأرض، وسنشهد معركة جماعية مختلفة في تل النمل الأبيض.
الفهد هو الحيوان الأسرع على الأرض، وخلق لينطلق كالسهم ويصطاد. تتمتع الفهود بنظر مدهش معد خصيصا للصيد في النهار. تقع عيونها جنبا إلى جنب في وجهها من الأمام، ما يمنحها رؤية واضحة تسمح لها بتقدير المسافة والجري بسرعة. أهم ما يميز الفهود هي الخلايا العصبية في عيونها المركزة ضمن حزام أفقي، مما يجعل نظرها قويا جدا على طول الأفق. الفهود سريعة جدا لدرجة تمكنها من اصطياد أسرع غزال. تتميز الفهود بأرجل طويلة بشكل غير متكافئ، وأقدامها مخددة لتتمتع بقوة الجر تماما كإطار السيارة، وهي تتمتع بمخالب لا تنسحب تساعدها على الثبات. لديها رؤوس صغيرة وهياكل عظمية خفيفة، مما يعني أنها واحدة من أكثر حيوانات الأرض كفاءة. إن رؤية الفهد يركض بأقصى سرعته هو مشهد يوحي بالرهبة. ترتفع الأقدام الأربع معا عن الأرض وهي تركض عبر السهول. أحد الأسباب التي تجعل الفهد يصل إلى هذه السرعة هو عموده الفقري، وهو كاللولب مصمم لتني جسم الفهد كله. تندفع الساقان الخلفيتان أولا، ثم إحدى الساقين الأماميتين، ثم الساق الثانية، وهكذا يدفع الفهد نفسه إلى الأمام. ذيله بمثابة دفة يساعده على الالتفاف والاستدارة. كل هذه الميزات تجعل الفهد آلة سرعة حقيقية، إذ يمكن أن تصل سرعته إلى حوالي 100 كيلومتر في الساعة. كما تقدم فريسة الفهد سلوك جري غريبا، فالغزلان كغزلان تومسون تثب عند وجود بعض مفترسيها حولها لتظهر مدى طاقتها على أمل إبعاد القتلة عنها. أهمية اكتشاف الحيوانات المفترسة يعني أن حيوانات المروج الخضراء كالغزلان تعتمد بشكل كبير على التواصل بين أفراد القطيع. إنها تهز ذيلها باستمرار للقول بأن جميع أفراد القطيع بخير، وهي ترفع رأسها كثيرا حتى أثناء الرعي، حيث تمسح الأفق بحثا عن أي خطر محتمل. بعكس الفهود تقع عيونها على جانبي رؤوسها، مما يمنحها أفضل رؤية شاملة ممكنة. في هذه الأثناء يراقب الفهد وينتظر وهو مختبئ بين الأعشاب، فأصغر حركة ستنبه الغزلان إلى وجود خطر قريب. وعندما تشتبه الغزلان باقتراب شيء ما فهي تهرب بسرعة. تعتبر الحركة السريعة للخطوط السوداء على خواصرها إشارة للهرب لباقي القطيع، فتهرب الغزلان جميعها بطريقة متعرجة بعيدا عن مصدر الخطر. يمضي الفهد معظم وقته وهو يراقب ويمسح الأفق بحثا عن وجبته التالية. عندما يرقد الفهد تحول عضلاته الطاقة إلى حرارة، وهذه الحرارة تبقى محصورة في داخله حتى انتهاء المطاردة. لذا إذا استمرت المطاردة لفترة طويلة يكون الفهد تحت خطر الارتفاع الزائد والقاتل من حرارة جسمه. إذا زادت حرارة عضلاته يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع في حرارة جسمه ويتسبب بتلف دماغه. يجب أن يختار الفهد هدفه بعناية.
ليبدأ الفهد بالهجوم، يجب أن تكون المسافة بينه وبين فريسته حوالي 45 متراً. يجب أن يمسك الفهد بطريدته بسرعة، فعندما يركض يستهلك الطاقة ويبدأ جسمه بالسخونة. إذا لم يمسك بطريدته بسرعة قد ترتفع حرارته عن المعدل. إن الغزلان التي تصطادها الفهود هي أيضا من أسرع الحيوانات في العالم، وهروبها بطريقة متعرجة هي طريقتها في تجنب الإمساك بها. في الحقيقة إنها أسرع من الفهود. الأمر يعتمد الآن على المعادلة ما بين حرارة جسم الفهد والمسافة التي تفصله عن فريسته. ولكن في مناسبة أخرى تسير أموره بشكل جيد. استخدماً مخالبه يسقط الفهد فريسته ويقتلها من خلال عضها لفترة طويلة على قصبتها الهوائية. في هذه المرحلة يكون الفهد على وشك الإعياء، ولكن عليه أن يستعيد قوته، لأنه إن لم يفعل هناك خطر كبير بأن تسرق فريسته من قبل الضباع أو الأسود مثلاً. لمساعدته على التعافي لدى الفهد ممرات أنفية كبيرة تسمح بإدخال كمية كبيرة من الأكسجين. تولد غرائز القتل مع الفهود، وتتمرن الصغار على استخدام هذه التقنيات كجزء من لعبها، وعندما تكبر تختار مجموعة من المبادئ لمساعدتها على النجاح. من السهل اصطياد الحيوانات الصغيرة، الحيوانات الكبيرة وجبة كبيرة واصطيادها مشكلة كبيرة. وبعض الحيوانات تقاوم، ولدى الفهود طريقة أخرى للنجاح وهي توحيد القوى. هنا اتحد الإخوة الصغار لاصطياد نو صغير، ولكنه لن يستسلم من دون مقاومة. هذه دروس مهمة للفهود الصغيرة ستساعدها على البقاء لتصل إلى سن البلوغ وتكبر لتصبح من أروع الحيوانات الشرسة على الأرض. ولكن القطط الكبيرة ليست وحدها البارعة في الصيد، فكلاب الصيد الأفريقية هذه هي قتلة ماهرة، وهي من الحيوانات الأكثر ندرة في أفريقيا. تعيش كلاب الصيد ضمن جماعات، وتتألف الجماعة من ذكر وأنثى مهيمنين مع باقي الكلاب البالغة التي تصطاد الفرائس وتهتم بالصغار. الجماعة مرتبة وفقاً لتراتبية صارمة، ولكن أفراد الجماعة تلعب وتتصرف بحنان مع بعضها البعض. إنها حيوانات انتهازية تنتشر في مساحات واسعة بحثاً عن الطعام. الصيد ضمن جماعات يساعدها على الإمساك بحيوانات أكبر منها حجماً، وهذه طريقة فعالة لتأمين وجبة طعام جيدة للجماعة كلها. تبدأ عملية الصيد بالسير بسرعة بحثاً عن فريسة محتملة، ثم تبدأ بالهرولة قبل أن تبدأ بالجري. تنتشر الجماعة وتتبع قائداً واحداً، ولكن إذا تعبت أو غيرت الطريدة وجهتها فهي ستنتقل إلى نمط تبديل قائد الجماعة. فتبادل مهمة القيادة بين أفراد الجماعة يوفر الطاقة.
مطاردة الحيوانات بهذه الطريقة تعني أن الكلاب قادرة على تغطية مسافة كبيرة. ما تحاول القيام به هو الانفراد بحيوان واحد، هدفها إنهاك ضحيتها والقضاء عليها من خلال مهاجمتها بشكل مستمر بالعض. تبدأ كلاب الصيد ببقر فريستها وهي لا تزال حية، فهي حيوانات مفترسة شرسة جدا. بنات آوا هي نوع آخر من كلاب المروج الخضراء، ولكنها تميل إلى الصيد كأزواج وليس ضمن جماعات. تتمتع بحاستي سمع وشم قويتين، وعدد مستقبلات الرائحة في أنوفها كبير جدا، وتفرز ممراتها الأنفية إفرازات حسية، فهي مثل جميع أنواع الكلاب تتميز بأنوف باردة ورطبة. تتزاوج بنات آوا مدى الحياة، ويلعب كلا الوالدين دورا مهما في تربية الجراء. الغزلان كبيرة جدا بالنسبة إلى زوج بنات آوا لمطاردتها، ولكن الغزال الصغير يعد فريسة جيدة. يبدأ الصيد بمشي بطيء شبيه بمشي القطط، ثم تليه المطاردة. العمل كثنائي يعني أن حيواني ابن آوا قادران على تشكيل كماشة حول الظبي الهارب. ولكن الأهم أن أحدهما يمكنه أن يتنبه إلى اقتراب أي خطر محتمل. يمكن للغزال أن يؤذي ابن آوا من خلال مهاجمته بقرنيه. إبعاد الغزال الأم عن ظبيها يعني أن أحدهما سيكون قادراً على التركيز للإمساك به. عندما تهرب الأم يتبادل ابن آوا الأدوار لإلهائها. الحياة في هذه السهول كانت قصيرة ووحشية بالنسبة إلى هذا الظبي. رغم بذلها قصارى جهدها لم يعد بإمكان الغزال الأم أن تفعل شيئا. مجموعات أو أزواج، الصيد معا استراتيجية ناجحة لكلاب الصيد هذه. بعد قليل وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة يتقاتل زاحفان مميتان وجها لوجه في معركة من القوة والسم. في حر النهار تبدأ درجات الحرارة في المروج الخضراء بالارتفاع. تحتوي تلال النمل الأبيض على أعمدة تهوية لإبقاء التل بارداً من الداخل. هذه الأعمدة تشكل موطناً مثالياً للعديد من المستحلين. داخل التل شيء ما يستيقظ.
إنها سحلية الورل، وهي باردة الدماء كالزواحف كلها، وتستمد طاقتها من الشمس. إنها تتمتع بمخالب كبيرة تساعدها على التسلق حول تل النمل الأبيض، وفم كبير لمساعدتها على التهام فريستها. وهذا التل هو موطن العديد من الزواحف الأخرى، إنها أفعى الكوبرا. لديها غطاء حول رأسها مدعوم بأضلاع، تستخدمه لإخافة أعدائها. تستخدم أفاعي الكوبرا أنيابها لحقن السم، ولكن هذه الكوبرا لها ميزة إضافية، فهي كوبرا نفاثة. في أطراف أنياب الكوبرا تقع الفتحات التي تنفث منها السم، وعادة ما يكون شكلها هكذا، ومنها يتدفق السم. ولكن تكون هذه الفتحات أصغر بكثير لدى الكوبرا النفاثة، وإذا أرادت الأفعى أن تبصق سمها فهي تغلق رئتيها، فيخرج الهواء بسرعة ويندمج مع الضغط الذي ينشأ في الناب لقذف السم بشكل قوس. إذا شعرت الكوبرا باقتراب حيوان منها آكل للحوم أو النبات أو حتى باقتراب إنسان، ستنفخ سمها. يوجه ناباها السم مباشرة إلى العينين، حيث تمتصه الأوعية الدموية الموجودة على سطح العين. عند حدوث ذلك تتهيج القرنية، ويمكن أن يتسبب هذا بعمى مؤقت. فشلت استراتيجية نفث السم. تحاول الكوبرا عض السحلية من رقبتها، ولكن الأمر أشبه بعض حقيبة قديمة، فجلدها سميك جدا لتخترقه أنياب الأفعى. لم تستسلم الكوبرا من دون عراك. بعض أفاعي الكوبرا تتظاهر بالموت عندما تتعرض للهجوم، على أمل أن يتركها المعتدي عليها وشأنها. ولكن هذه الكوبرا قد ماتت حقا. مع ترسب الغبار يتمتع الورل بغنائم نصره. القوة والدفاع انتصرا على السرعة والسم. حيثما تظهر التحديات تتطور الحيوانات لمواجهتها. تستخدم حيوانات المروج الخضراء السرعة والتنظيم والقوة. إن أفضل وسيلة لبقاء الحيوانات واستمرارها هي أن تكون خلقت لتفترس.